بيعطينا البترول، البترول طلع تخلص المديونية ودراهم اخرين داوهم لا فامي هاك 5 ملاير. انت وين شت وحيتنيش في الصوارم 5 ملاير دولار عطاها لا فامي، درك نقول لا فامي يسلف لي هو دراهم ولا ما عنده فامي. كش واحد يعني انت من المفروض يسلف 5 ملاير دولار راك تروح تستثمرها في الخارج. روح شوف المغرب اش راهو دار، راهو يستثمر في الكونغو في جابون في كل الدول في السنغال. انا شخصيا يعني في النيجر لقيت يعني بنوك مغربيه هي دوله حدوديه للجزائر ولم القى اي بنك جزائري. بنك جزائري شوف هاي الناس اللي تخدم معي. انت لما تقارننا غير بتونس وبالمغرب لا كاليتي دو في كيفيه المغرب بارح دار تي جي في دار تي جي في ودار بور كبير لاغمينا كبير وما عندوش لا تي جي في شحال تقابلوا 400 كيلومتر تقابلوا 380 مليون دولار وهذيك 380 دولار تي جي في يعني تي جي في هذيك راه عند الاتحاد الاوروبي نعم كانوا راح يعرضوها على الجزائر قبل ما يعرضوها على المغرب وقال لهم بوتفليقه ماناش محتاجين لان هذه التكنولوجيا صعيبه علينا. عندنا الطرود وعندنا الطرود الطرود اغلى طرود في العالم. يعني شوف الدراهم اللي نزلت علينا اللي ربي اعطاها لنا جا بوتفليقه هلكها يجي يمحي ديون دول كنا نسالوها سلفنا لها بلا ما يشاور لا مجلس وطني شعبي ولا شعب ولا يتكلم ولا حقار بوتفليقه حقار وخوته حقارين والتاريخ يحكم عليه بوتفليقه وسي مسمح لي بوتفليقه راح يموت متشينه راح مشتاق الموت وراه يخلط في الذنوب تاع الشعب الجزائري هشام. ولكن اذا كان بوتفليقه فيها كل هذه العيوب يعني حتى الناس اللي جابوها العسكر اللي جابوه في 99 ما في اللي جابته ما تقولوش العسكر يا ولد المؤسسه العسكريه بريئه منه. جابوا بن حديد جابوا جنرال يحيى جابوا شكون اللي جابوا جابته المافيا. هذاك اخر هديه مسمومه للجزائر من طرف نزار وبالخير والعماري وجماعه صف ضباط فرنسا اخر هديه مسمومه للجزائر جابوها باش يهدم الدوله الجزائريه كان بوتفليقه. سي هشام عبود نطلب منك كلمة أخيرة يعني كيفاش تشوف المستقبل السياسي الجزائري؟